ايوه اخو ابو بلال. اذكرك في واحد في فتاوى في سنة الذخيره، نعم، واحد اسمه سادس الطيب طعن في دعوتنا، قال الشباب ديل قال ما عندهم حاجه، بس بيكفروا فلان كافر فلان مبتدع. والله يا اخي الشباب ده انا ما عارف وراهم يهود ولا النصارى للعموم. وقال يا اخوانا ربي انا بسالكم، الشباب ديل ما تخلوا يتحدثوا في مساجدكم وتضيقوهم في الحلقات. قال ربنا بسالكم، يعني كلام طويل، لكن انا سمعته ده اسمه ساتي صديق، هو احد افراد واعضاء المركز العام القدام جدا، وهو حاقد على هذه الدعوة المباركة، لأنه شايف الدعوة دي مشت، وهو له قريب 15 سنة ولا كان في التلفزيون والراديو بيجيبه، ولله ما سمعناه دعا إلى توحيد بالمناسبة، ولا سمعناه حارب صوفية. جاب له يجيبوه في التلفزيون يقول لك لا عشان ما ننفرهم، لليلة هو ما دعا إلى توحيد ولا نهى عن شرك ولا رد على شركيات الصوفية. والصوفية الآن أكثر ناس، مش من أكثر الناس، أكثر ناس بيشيروا الشرك في البلد دي وفي الكرة الأرضية ذاتها. فحربهم من أوجب الواجبات إنك تحاربهم، لأنه ده الناس اللي بيشيروا الشرك. فالرجل ده ما بيتكلم عن المسائل دي، لأنه جماعته ذاتها كتنظيم وكدكتور فلان ودكتور علان وخريج جامعة شنو دكتوراه جامعة شنو، المسائل دي ما بيشتغلوا بها، بل بيقوا خدتوا يدينهم الاثنين في يدين اهل الشرك والكفر والبدع، وده حاصل طبعا الان ما يحتاج الى كلام كثير. فالرجل ده زول حاغد، ومنهجه لانه يختلف من منهج السلف الصالح، يختلف اختلاف كامل، عشان كده هو زعلان اصلا غضبان. فما تسمعوا له ولا تشتغلوا بكلامه. زمان اتكلموا في النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ساحر وكاهن وكده، بل ربما يكون داير نرد عليه ونجيب اسمه عشان المشاهدين بتاعه انه يكتروا برضه قد يكون سبب. في ناس اذكياء منهم بيسووا كده خلاص. فده ما عنده اي حاجه اللي اسمه ساتي صديق ده خالص، ما عنده اي موضوع ذاته، مواضيعه كلها بيتكلم فيها بالتلفزيون التبرج والشنو ما عارف والشنو الشرك وينه؟ اين الشرك؟ الازيري ده لما نلقى فرصه في التلفزيون يقول لها اشرح لنا متن ابن عاشر مثلا في الفقه المالكي ده بتاعهم، اللي هو الحواشي اللي بيجيبوها دي، والفقه بتاع مالك ما حق الصوفيه، لكن الحواشي الغريبه البعيده اللي بيجيبوها يقول لها اشرحوا لنا، يمسك. والله انا سمعت له بيتكلم عن الاذان انكر ان الله في السماء، شوف لفه بجاي مرق بجاي، وفي الاذان مدح محي الدين ابن عربي، في الاذان اصل للشرك والاستغاثه ودعاء غير الله سبحانه وتعالى. زول يلقى فرقه يلف بجاي عشان يأصل للشرك، ديل مش فرقة، ديل عندهم قنوات، قناة نور، قناة استجابة، شنو كده البصيرة، قنوات. كانوا عاملين برنامج يوم مطعم ولا حلو الريك، ديل هم ذاتهم ناسمين ساتي والجماعة ديل، القناة بتاعتهم ملا حلو الريك، ملا حلو ورق ده اللايوك ده خلاص شغالين فيه برنامج. والإزارك قال الله ما في السماء، قال ربنا قال إذا السماء انشقت، ألم من تنشق الله بتلب يعني؟ لا في ساعة المساء، اسمع ساعة 8 صباحا سجلت بموبايلي ده مباشر، قال الله بتلب يعني؟ أما اللي عندك المقطع قال الله يذهب وين؟ ده براو عايدك براو، قال الله يذهب وين؟ لكن قال الله بتلب كرر مرتين أو ثلاثة مرات. يا يغلك من ده، قال ممكن غير الله يغلك، خليك من ده، قال يجوز تستغيث تقول مدد يا فلان ويا فلان وفلان بغير الله، والحليف بغير الله جائزة، والتمائم جائزة. أي شرك وكفر حاربه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل ده يعيده من جديد، لأنه لقى له فرقة في الإعلام. ديل عندهم قنوات كاملة ما يتكلموا بالشرك، ما يتكلموا عن الصوفية، ربنا بيسألهم من الكلام ده. ولما نتكلم فيهم بالحق الشيوخ ديل ذاتهم والدكاترة ديل يقول لك يطعنون في العلماء، ديل ما انتوا يا اخي، انتوا جهلاء. نفس الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، ديل انتوا، فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا، ديل انتوا يا دكتور فلان ودكتور فلان وشيخ فلان وشيخ علان ودجال فلان، ديل انتوا، انتوا ما علماء كذابين، ما تغشوا الناس يا اخي. وفي شباب كتار كان فيهم خير، واحد خلى التصوف
خلى الاخوان المسلمين، خلى البنجو، خلى غيره، عاين شاف انصار السنه قال ليه احسن ناس، خش معاهم، جو دكاتره من السعوديه ومن وين ومن وين، شيوخ سودانيين اخوان مسلمين زي الاواري وزي غيره والدكتور خالد وعبد الرحمن حامد والدجال وغيره، الشباب ده حولوهم لحزبيه، حولوهم لحزبيه وادخلوا فيهم كثيرا من منهج التصوف من حيث لا يشعرون. فالصوفي يقدي الشيخه يقول لك لا تعترض على الشيخ فتنطرد للتيجاني والختمي والسماني والقادري، وده الشاب الانصار سنه لو رديت على شيخه ولو شيخه سب الصحابه يقول لك ما ينبغي، ده تصوف ولا ما تصوف؟ شيخه لما يسب الصحابه يقول لك خليه خليه ده عالم، لما ترد عليه يقول لك طعنتم في العلماء، طيب ده طعن في الصحابه؟ ده طعن في الصحابه يا مجرم يا حزبي. فشباب كان فيهم خير حولوهم لحزبيين وحولوهم لاقرب ان يكونوا صوفيه، وفي نفس الوقت شيوخهم اللي كان في يوم من الايام بعاد الصوفيه مش اخذت يدينهم في يد الكباشي وصايم ديما وشيخ السمانيه كرموا الى اخره. ديل ما عندهم وزن ابدا، لا سادتي لا غيره، والله وزني ما عندهم، وزني ما عندهم في الدعوه دي. ولا يقول لك انا لي 30 سنه، هي ما اصبليطه ولا هي عسكريه بل اقدميه، ده دين بالدليل، دين بالدليل. سمعنا فتى فتى يذكرهم يقال له ابراهيم، فتى فهمت انت ولا ما فهمت؟ الزول المعاو دليل، المعاو دليل ده زي ما ذكر ابن مفلح في الاداب الشرعيه عن الامام احمد انه المعاو دليل ده ولو كان صغيرا، ولو كان صغيرا تاخذ منه الحق، مش لانه صغير ولا كبير، لان معه الدليل. ده الدين كده وده الاسلام كده. فده الناس غششه، ناس حزبيين وناس اخوان مسلمين. وما شرط الزول المبتدع ده يرضى انه يكون مبتدع، يقول لك والله ضربت له قلت له مبتدع، قال لي انا ما مبتدع، ما شرط يرضى يا جماعه، هو مبتدع رغما عن انفي وانف ابي وانف امي، مبتدع. عرفته؟ ما شرط يقبل، لانه بعض الشباب يقول لك والله عبد الحي لقيته، قلت له انت سروري؟ قال لك والله ما سروري، وما هي السروريه؟ قال لعلهم الذين يسرون بالعباده، ده مبتدع. عرفته؟ كان راضي ولا ابى؟ كان رضا ولا ابى؟ اما مساله القروش هم ذاتهم مختلفين. عبد الحي يوسف قال مدعومين من جهات شنو؟ خارجية. واحدين قالوا للحزبيين مدعومين من وين؟ من جهاز الأمن. واحدين قالوا مدعومين من اليهود والنصارى. واحدين ما كل زول بيشوط براه. أي واحدين قالوا الكويت، واحدين قالوا قطر، واحدين قالوا وين؟ يا ناس نحن بندعو إلى الله سبحانه وتعالى. الله أدانا قروش ندعم بها الدعوة دي من حيث لا نحتسب. ندعم بها الدعوة، ما ادانا شغالين في الدعوة. الناس زعلانين ليه؟ زعلانين ليه؟ وهمهم كل الدنيا، الهم بتاعهم كل الدنيا، نازل مدعومين من وين؟ جاي من وين؟ هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، ده الجواب بتاعك بس، ما تجاوب أي جواب ثاني. أنى لكم هذا؟ هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ولا تقول لهم عندنا ولا ما عندنا، خليه يموت كمت. يا اخي عندكم قروش كثيره، هو من عند الله، ما تقول له والله ما عندي، قول له هو من عند الله، ما انت في النهايه في نعمه، السلفيه دي ما نعمه؟ دي اعظم نعمه من اي قروش، هو من عند الله. ايوه يعني عندكم قروش، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني رزقكم، اه رزقنا. خلاص بس انتهى الموضوع. نعم. من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.